القائمين عليها فيما يعينهم على الاستمرار قدما في السير بها لتؤدي رسالتها المنوطة بها. إن الجامعة وهي ترى مثل هذا لا يزيدها ذلك سيرا إلى الأمام في أن تشمل هذه الجماعات معظم المدن أو كل المدن وكل القرى التي لا تستطيع أن تنهض بمثل ما تنهض به المدن الكبرى التي يوجد فيها عدد كبير من المحسنين المقتدرين. لقد قامت الجامعة في الإشراف على هذه الجماعات وجهتها وأخذت بيدها وساعدتها مادياً وعلمياً وتربوياً. ساعدتها مادياً بما خصصته لها من ميزانية ضمن ميزانيتها المخصصة من قبل الدولة، وساعدتها تربوياً وتعليمياً فيما أسهمت به من مدرسين وموجهين ومخططين. ولكن أيها الإخوة، الذي تزداد به النفس طمأنينة أن العبء ليس على الجامعة وحدها، ولكن أسهم بقدر كبير منه نفر وفقهم الله سبحانه وتعالى للمساهمة والبذل والعطاء بسخاء. فقد سمعتم من صاحب الفضيلة رئيس الجماعة في بريدة الشيخ عبد الله بن محمد العجاجي الجهود المثمرة والخيرة التي أسهم بها الكثيرون من أبناء هذه المنطقة في دعم توجه هذه الجماعات والأخذ بيدها لتستمر في مسيرتها. وفي مدن أخرى رأينا من بلغ به البذل إلى حد إنشاء المدرسة بل المدارس والصرف عليها وإقامة الأوقاف المريعة عليها. لمثل هذا فليعمل العاملون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ورأينا من الأفراد من يساهم بما يستطيع بدفع راتب شهر أو أكثر من ذلك أو أقل مما كان له أثره الكبير في أن تبلغ هذه الجماعات وجماعة تحفيظ القرآن في بريدة نموذج رأينا وسمعنا ما قرت به أعيننا لهذا التضافر وهذا التعاون وهذا التعاضد. فشكر الله للجميع حسن صنيعهم وأحسن لهم القصد ووفقهم وتقبل منهم. أيها الإخوة، لا أريد أن أطيل، لكنني أحب أن أذكر إخواني الشباب وإخواني المواطنين، أذكر إخواني الشباب بما أشار إليه صاحب الفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين من أن القصد ليس هو حفظ كتاب الله وحسب، ولكن القصد بالدرجة الأولى هو الحفظ والعمل، الحفظ المتبوع بالتطبيق. وما أكثر من نسمع بأنهم حفظه، وما أكثر من نسمع عنهم بأنهم مجيدون للتلاوة مترنمون بها. ولئن كان فضيلة الشيخ سلمان العودة قد طمأننا بأن هذه النماذج ليست من هذا النوع الذي نخشاه، ولكنها تلك البراعم التي أحيت ليالي رمضان تلاوة وتهجدا في التراويح وفي إمامة المساجد،
إن هذا لا يطمئننا ويجعلنا دائما متفائلين، فحمدا لله سبحانه وتعالى على ذلك. أما كلمتي للمواطنين باسم الجامعة فهي ما أشار إليه صاحب الفضيلة رئيس المحاكم الشيخ عبد الرحمن العجلان، والتي أكد فيها بأن يكون البذل ذا بقاء مستمر، بحيث يتجه بجهود الإخوة فرادى وجماعات، بحيث يبقى بشكل أوقاف تستمر للأجيال القادمة ولا تتأثر بالهزات الاقتصادية أو ما يعترض الاقتصاد بين فترة وأخرى، وحتى يستمر مثل هذا العطاء عندما تفتر النفوس في المستقبل الذي لا نضمنه. أيها الإخوة الكرام، كان معالي مدير الجامعة حريصا كل الحرص على أن يشارككم هذه الجلسة وأن يسمع بما يطمئنه على أن ما تسهم به الجامعة ينتج مثل هذا النتاج، لكن كما قال أحد الإخوة المقدمين لم يستطع لعارض منعه من شرف المشاركة في هذا. أشكر لكم صاحب السمو هذه المشاركة لأبنائكم التي لن ينسوا مشاركتكم لهم هذه الجلسة، كما أشكر لكم أصحاب الفضيلة هذا التشجيع وهذه المشاركة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نشكر سعادة وكيل الجامعة هذه الكلمة الطيبة، نشكر له هذه الكلمة الطيبة ومشاركته لنا هذا الحفل المبارك وتجشمه عناء السفر لكي يشارك إخوانه وأبناءه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يبارك في جهوده ويوفقه لما يحب ويرضى. كما لا يفوتني أيها الإخوة أن أنوه مرة ثانية وثالثة ورابعة بدور هذه الجامعة الغراء، جامعة الإمام، في دعم هذه الجماعات الخيرية والإشراف عليها، فهي تدعمها أيها الإخوة مادياً ومعنوياً وهي تتبع لها إدارياً، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين عليها كلهم خير الجزاء وأن يبارك في جهودهم ويسدد خطواتهم، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، وللشيخ محمد بن صالح العثيمين تنويه على بعض ما تكلم به، فنترك له المجال فليتفضل، جزاه الله خيراً. أرجو أن يكون عودي لهذا المنبر عودا حميدا، وأريد أن أؤيد ما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عجلان من أن يكون لهذه الجماعات موارد ثابتة من أوقاف أو غيرها حتى تستمر بإذن الله عز وجل، وحتى لا يلحقها النقص في يوم من الأيام. ثم إني ذكرت في كلمتي أن الأضاحي إنما هي للأحياء، فأخشى أن يفهم فاهم من الناس أن الوصايا التي أوصى بها الأموات لا تنفذ، وليس الأمر كذلك، بل الوصايا التي أوصى بها الأموات يجب أن تنفذ كما هي في وصاياهم، لأن الله يقول: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. لكني أريد أن بعض الناس إلى زمن غير بعيد يضحون عن الأموات ولا يضحون عن أنفسهم إطلاقا، فتجده يضحي الأضحية للميت وهو لا يضحي عن نفسه وأهل بيته، مع أن المشروع أن تكون الأضحية للإنسان وعن أهل بيته، وأما الوصايا فإنها على بابها يمشى فيها على ما نص عليه الموصي. وكذلك لو أراد الإنسان أن يضحي عنه وعنه لبيته وينوي بقلبه أنه لأهل بيته الأحياء والأموات، فإن هذا لا بأس به، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ولأجل هذا جرى التنويه. وأسأل الله تعالى أن يجعل للجميع حظا وافرا من أجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك فيه ونفعنا بعلمه. أيها الإخوة الكرام، لقد أبى الأستاذ الكريم سليمان بن عبد العزيز التويجري الموجه التربوي في إدارة التعليم بالقصيم
إلا أن يعبر عن مشاعره وانفعالاته تجاه معطيات هذا الحفل المبارك، فأترك لسعادته المجال فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. حمداً وشكراً وثناءً لله أطعمنا وأسقانا وأمننا، له الحمد والشكر على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الصحة وعلى العافية وعلى هذا الاجتماع المبارك. السماط مد بينكم ووضعت فيه جميع الفواكه والطعوم وأصناف الحلوى وأصناف ما لذ وطاب، ولم يبق لي شيء إلا كسرة عود سأطيبكم بها إن شاء الله. هذه الكسرة كتب عليها تهنئة ودعاء. التهنئة هي أنني أهنيكم أيها الحاضرون خاصة وأهل القصيم عامة بهدية ولي الأمر، بهدية خادم الحرمين الشريفين لنا. لقد عجم عيدانا ونثر كنانته فأهدانا من أفضلها ومن أقومها ومن أحسنها. ذلكم هو سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، جعله الله فيصلا للحق وفيصلا للبر وفيصلا للمعروف. أيها الأمير، أيها الوالي على أعراضنا، أيها الراعي، أيها الوالي على أموالنا، أيها الوالي على ممتلكاتنا، أيها الوالي على أمننا، نحملك تحيةً ودعاءً وثناءً مستطاباً لوالدنا ولي الأمر، أن تبلغه تحياتنا وثناءنا ودعاءنا ورضاءنا بما قدمه لنا، فجزاه الله عنا كل خير. كما أننا نحملك أن تبلغ التقي النقي والدك الذي يحب الصالحين ويجتمع بهم، أن تبلغه منا جزيل الثناء والتحية الطيبة المباركة، وأن يحفظه وأن يجزيه خير الجزاء على عطفه وحدبه على الصالحين. أيها الأمير، جئت إلى القصيم ففرح بك القصيم، هنيئا لك بالقصيم بلدا ناميا أرضا وماء ورجالا أوفياء مع دولتك، أوفياء مع شجرتك المباركة. وأنت الذي عشت تحت هذه الشجرة ورضعت من لبانها وتفيأت ظلالها وعشت في حجر الدعوة، فإننا نتوقع منك كل خير. أيها الأمير، أنا لن أقول شيئا ولكنني أقول إنك محظوظ والقصيم محظوظ، لأنك والحمد لله جئت لم تخطب الإمارة وإنما خطبتك، ولم تعشقها وإنما عشقتك، ولم تطلبها وإنما طلبتك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيها الأمير، إن مجيئك إلى القصيم إنه فرحة عارمة، لأننا نسمع عنك في عسير، نسمع عنك خيرا كثيرا، حزما وعزما ونشاطا وحيوية. فاللهم بارك لنا في أميرنا، اللهم بارك لنا في أميرنا. اللهم إن الدعوة مستجابة إن شاء الله بين الأذان والإقامة، وإني أيها الأحباب داع فأمنوا. أنتم والحمد لله سمعتم خيرا كثيرا ودعوات وقراءات، فذلكم فضل عظيم، لكنني سأدعو فأمنوا. اللهم إن عبدك هذا فيصل ابن عبد بندر ابن عبد العزيز قد وكل إليه أمر من أمور المسلمين، اللهم فشد أزره، اللهم فأعنه، اللهم اجعله نجما ساطعا في القصيم أمنا وأمانا وخيرا. اللهم اجعله شجرة مباركة يتفيأ ظلها كل مظلوم. اللهم احفظه من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله. اللهم اجعله عينا جارية يشرب منها كل ظامئ. اللهم اجعله يقول الحق. اللهم كن سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. اللهم اجعله سيفا مسلولا على أهل الباطل والفساد والمفسدين. اللهم اجعله رحمة للعالمين في القصيم خاصة. اللهم اجعله ديمة وغيمة تهل مطرا وسحا على المسلمين في القصيم.
اللهم إن أهل القصيم أوفياء وأتقياء، ولهم دعوات صالحة في هدأت الليل، اللهم اجعل له وافر الحظ والنصيب من دعائهم. أبشر يا ابن بندر بأن أهل القصيم سيسندونك، وثق بأننا معك وحولك، نعاهدك ونعدك بأننا عن يمينك وعن شمالك، وإن شاء الله سنكون سندا لك ما دمت، ما دمت تمشي بنا على المحجة البيضاء، وما دمت محكما فينا كتاب ربنا، وما دمت عاطفا على صغيرنا وراحما كبيرنا، وما دمت إن شاء الله ستحقق ثقة والدنا وحفظه الله خادم الحرمين الشريفين الذي أولاك هذه الثقة العظيمة. أيها الأمير، حفظك الله في حلك وفي ترحالك، إن أهالي القصيم يهدونك لوحة ذهبية كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه هي اللوحة التي يقدمها لك أهل القصيم، فاجعلها بين عينيك، حفظك الله في سرك وفي علنك، وحقك علينا الدعاء دائما ما دمت سائرا بنا على الخير وفي طريق الخير. اللهم اجعله وافدا علينا بالخير، واجعله خليفة مباركة، واهده سبل السلام، واجعل حوله أعوانا كراما مخلصين ناصح. اللهم جنبه الأعوان الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وقرب إليه الصلحاء المخلصين الذين يدلونه على الخير ويناصحونه ويشجعونه ويذكرونه. وجزاك الله خيرا على أن بشرتنا بأن هناك، أيها الأحباب، بشرنا حفظه الله بأن هناك 4 أيام فتح بابه، فتح الله له أبواب الخير كلها، فتح أبوابه 4 أيام لنا جميعا كل يوم لفئة من الناس، فحي هلا إلى هذا الباب الذي فتح أمامكم، وقولوا قولا سديدا، وأصلحوا نيتكم في الأخذ والعطاء وفيما تقدمون من آراء وفيما تقدمون من أقوال، واتقوا الله أن تشوا، واتقوا الله أن تقولوا إلا الحق، فإنه جاء إليكم لخدمتكم. آخر ما أقول: جمعنا الله دائما على الهدى، والحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان، ومن حسن طالعه ومن حسن حظه ومن حسن حظنا جميعا أن جمعنا أول اجتماع والحمد لله في بيت من بيوت الله وتحت راية القرآن وحول مائدة القرآن، فلله الحمد والفضل والمنة على هذا الاجتماع الذي تواصينا فيه على الحق وعلى الخير، ونعدك إن شاء الله أننا جنود أوفياء مخلصون بحول الله وقوته. وقولوا معي: صلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله للأستاذ سليمان بن عبد العزيز التويجري هذه الكلمة الطيبة الضافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة في الله، وردتنا بعض طلبات من الإخوة الموجودين المشاركين يطلبون فيها من الشيخ عبد العزيز العيدان أن يتكرم بقراءة وجه من كتاب الله سبحانه، وقد لبى فضيلته هذا الطلب فجزاه الله تعالى خير الجزاء، فليتفضل مشكورا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن
عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقيموا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. أيها الإخوة الكرام، لا يفوتني قبل أن يتقدم أصحاب صاحب السمو أصحاب الفضيلة لتقديم الجوائز أن أنوه إلى أن هذه الجماعة المباركة التي رأيتم بعض ثمارها في هذا الحفل المبارك هي تقوم بعد عون الله وتوفيقه على تبرعات المحسنين من أهل هذا البلد المعطاء وغيرهم، فهي لا شك تدعم من قبل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولكن لا شك أن هذا الدعم لا يفي بكل حاجاتها ونشاطاتها التي قد سمعتم عن شيء منها. فالمرجو أيها الإخوة من كل صاحب خير ومحسن أن يحتسب ويبادر لدعم هذه الجمعية المباركة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه على ذلك خير الجزاء وأن يخلف عليه، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، والآن يتقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز إلى المنصة لتقديم الجوائز، وكذلك سعادة الدكتور صالح بن سعود العلي وكيل جامعة الإمام كذلك، وأيضاً فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد العجاجي رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقصيم، فليتفضلوا مشكورين، بارك الله فيهم وفي جهودهم وجزاهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أيها الإخوة، عدد المتقدمين الذين تقدموا وقد حفظوا القرآن 111 طالب، وصفى منهم 80 طالباً، وبعضهم قد انسحب وبعضهم قد تخلف، وقد صرف على هؤلاء 80 مبلغ 800,000 ريال. الطالب الأول محمد بن صالح القصير، الدرجة 99 ممتاز. حمد بن عبد الله السلامة 99 ممتاز. عبد السلام بن أحمد اليحيى 98 ممتاز. عبد العزيز إبراهيم اليحيى 98 ممتاز. أحمد بن محمد البريدي 97 ممتاز. إبراهيم بن سليمان الحسون 96 ممتاز. أحمد بن عبد العزيز القصير، أحمد بن عبد العزيز القصير، أحمد بن عبد العزيز القصير، عبد الله بن صالح الخضيري، عبد الله بن صالح الخضيري، عبد السلام بن أحمد الأشقر، عبد السلام بن أحمد الأشقر، عبد السلام الأشقر، أحمد محمد الربعي، أحمد محمد الربعي، ناصر بن علي العدل، علي بن سليمان الحامد، فهد بن عبد الله السلمي، إبراهيم بن عبد الله النغيمشي، أحمد بن علي العجلان، إبراهيم بن عبد العزيز البصيلي، عبد العزيز بن رشيد التويجري، عبد الله بن ناصر السلمي، عبد الله بن إبراهيم العريفي، إبراهيم بن صالح المحيجين، عثمان بن عبد الله الدبيخي، يوسف بن محمد العبيد، منصور بن عبد الله السيف، خالد محمد العبيد، عبد الكريم محمد العميريني، أحمد بن صالح الصقعوب، أحمد بن محمد الصقعوب،
عبد العزيز بن صالح الحميد، حمد بن عبد الكريم الخضيري. هؤلاء الإخوة حصلوا على درجة على تقدير ممتاز. أما تقدير جيد جدا عبد الرحمن بن صالح السلامة، عبد الله بن رشيد التويجري، محمد بن عبد الله الشدوخي، خالد محمد الجمعة، خالد محمد الجمعة، عبد العزيز بن عثمان الجنيدلي، عبد الكريم بن عبد الله الجار الله، صالح بن حفير الحفير، إبراهيم بن عبد الكريم أمزيني، الطاهر أحمد الطاهر، محمد بن عثمان المنصور، إبراهيم بن عبد العزيز التويجري، عبد العزيز بن عبد الرحمن الفائزي، صالح بن عبد العزيز التويجري، أحمد بن صالح المنصور، إبراهيم بن عبد الله الجاسر، باسم بن سليمان الطالب، سليمان بن عبد الرحمن العبيدان، إبراهيم بن سليمان الفائزي، حميد بن محمد الحميد، صالح بن حمود الفوزان، سليمان بن عبد الرحمن التويجري، عادل بن محمد العمري، عبد الرحمن بن صالح العصيلي، فهد بن إبراهيم الضالع، خالد بن صالح الحميد، ماجد بن عبد الله العوض، سليمان بن عبد العزيز النافع. هؤلاء الإخوة تقديرهم جيد جدا. أما الذين تقديرهم جيد، خالد بن عبد العزيز الدبيان، عبد السلام بن محمد العامر، سعد بن راشد الشبرمي، خالد بن عبد الله العمار، حمد بن محمد العبيد، عبد الله بن محمد الغفيص، إبراهيم بن بدر الفهيد، يوسف بن عبد الله العبيدان، مشتاق شبير حسين، خالد بن عبد الله الحنيني، إبراهيم بن حمود العبيدان، سليمان بن محمد صيان، عبد السلام بن ناشي الجطيلي، عبد الرحمن بن عبد الله القرعاوي، محمد بن جاسر الجاسر، محمد بن صالح العبيدي، عبد الله بن راشد الشبرمي، وليد بن علي الحسين، وليد بن علي الحسين، يوسف بن إبراهيم الخريف، يوسف بن إبراهيم الخريف، إبراهيم بن عبد العزيز الدهيش، إبراهيم بن عبد العزيز الدهيش، وليد بن صالح العجاجي، وليد بن صالح العجاجي، أحمد بن ناصر المرشود، أحمد بن ناصر المرشود، العدد الموفي للثمانين موسى بن عبد العزيز البديوي، موسى بن عبد العزيز البديوي، العدد الموفي للثمانين موسى بن عبد العزيز البديوي، ورقمه 142 باعتبار ترتيب الشهادات. بقي عندنا عدد من الإخوان وهم أحمد بن علي بن عبد الله العجلان، أحمد بن علي بن عبد الله العجلان، ممتاز، تقدير ممتاز.
عبد الله بن محمد البريدي تقدير ممتاز أيضا. شو اسمه؟ إبراهيم بن عبد العزيز البصيلي تقدير ممتاز. شلون معي دوبر؟ إبراهيم محمد الشاوي تقدير ممتاز. وقد صرف لكل واحد من هؤلاء 10,000 ريال واستحق هذه الشهادة التي وقعت رسمية من قبل الجماعة، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. نشكر سمو الأمير وأصحاب وصاحبي الفضيلة على تفضلهما بتسليم الجوائز للفائزين. أيها الإخوة، كما لا يفوتني أن أشكر الأخ عبد الله بن محمد الدخيل. أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد.